توقعات بأن تصل إلى 9 ليرات للدولار، العملة التركية تهبط مجدداً. رغم مساعي البنك المركزي التركي لتشديد الائتمان وقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإقالة المحافظ السابق للبنك المركزي التركي وتعيين ناجي أغبال بدلاً منه وارتفاع لليرة أمام العملات الأجنبية بالأمس، هبطت الليرة العملة الوطنية في تعاملات اليوم أمام الدولار مع تعرضها لمزيد من الضغوط بعد دخول البلاد موجة ثانية لجائحة كورونا. ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، ما يلوح في الأفق من تهديد للاتحاد الأوروبي بعقوبات مع تزايد التوترات بين أنقرة واليونان شرق البحر المتوسط. ووصلت خسائر الليرة مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري إلى أكثر من 21%، بين أسوأ العملات أداء في العالم، ومع ذلك فقد تفوقت على نظيراتها بالأسواق الناشئة في أحدث الجلسات. ومع تخطي سعر صرف الليرة عتبة 8.30 أمام الدولار، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي. فهل سيرفع المركزي الفائدة إلى 15%؟ أم أنه سيبقي الفوائد على حالها؟ وثمة مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي إلى 49 مليار دولار من 81 مليارا حتى الآن هذا العام، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد بشدة. ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة أورتوكلو ميتين إيرول أن ما يحدث من تأرجح في الليرة التركية يعود سببه إلى سياسة المركزي في زيادة عرض النقد المحلي وضخه بالأسواق مع الإبقاء على سعر فائدة منخفض، مما يسبب بشكل طبيعي انخفاض قيمة الليرة مقارنة بالعملات الأكثر استقرارا كالدولار واليورو. ويقول محللون إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تشهد مزيدا من التوتر بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ويتوقع بنك سوسيتي جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بحلول نهاية العام.